السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة، ده يعتبر سيكشن رقم 6، سادس سيكشن ليا إن شاء الله. هناخد فيه شابتر 3. شابتر 3 هيبقى من أول مسألة لحد المسألة رقم 9، بحيث إن شاء الله الأسبوع الجاي هكمل من 10 لحد آخر السيكشن، لحد آخر الشيت 3، الشيت بتاع الباب الثالث يعني، وبعد كده الأسبوع الجاي الشيت الرابع، وبعد كده تدخل الامتحانات إن شاء الله. تمام؟ فلان عملت الامتحانات؟ طيب يا مسهل، تظن الحسابات كان كويس الامتحانات المترم اللي فاتت يعني. اوكي، شايفين الجزء اللي هو اللي تحت خالص اللي على الشمال ده الشاشة، ده زي شريط التقدم، كل ما نزود شوية في السكشن هتلاقيه بيزيد معاك عشان تبقى عارف انت وصلت لفين. ماشي؟ تمام. النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول حاجة خالص، عندك الرسمة دي. اولا اسم الشابتر ايه؟ اسم الشابتر Central Processing Unit. احنا اخدنا في الشابتر اللي فات اللي هو بتاع البيزك كمبيوتر، اخدنا جزء يعتبر من Central Processing Unit اللي هو كان الادر لوجيك ومعاه الاكيميليتور بتاعه. الادر لوجيك كان هو اللي يعتبر الاي ال يو بس على صغير شوية، تمام؟ لانه كان بيهتم بمعاناة الجامعة بس مع اللوجيك. يعني لو عرفنا من السكشن اللي فاتت انك ممكن تحول اي عملية جمع او طرح او ضرب او اسمها ممكن تحولها لجمع في الاخر. طبعا لما تيجي تعمل العملية نفسها هتاخد خطوات اكتر، بس مش مشكلة، المهم انك تقدر تحولهم في الاخر. فالشابتر ده بقى هيبدأ يركز اكتر على السي بي يو يعني، وهيكبره شوية عن مكان قبل كده. فبالنسبة للرسمة دي انت ممكن تعتبرها لحد ما سي بي يو. ليه؟ السي بي يو بيتكون من جزئين، جزء باين اهو عندك في الرسمة اللي هو الاي ال يو، واضح جدا، والجزء التاني مش واضح بس فيه الممثلين بتوعه. الكنترول يونت، الكنترول يونت المفروض ان هو بيعمل ايه؟ بيتحكم في اي عمليه، بيقول ايه اللي هتحصل بالظبط العمليه. فايه اللي بيحدد العمليه هنا؟ ده اوبريشن بيقول لك ايه العمليه اللي هتحصل. وفي نفس الوقت انت لما تيجي تعمل عمليه جمع او طرح او ضرب بتعملها ما بين متغيرين، فيبقى عندك اللي بيتحكم في المتغير الاولاني يعتبر سلكشن A، وبيتحكم في المتغير الثاني سلكشن B، واللي بيتحكم في الخارج رايح على فين اسمه سلكشن دي. يبقى دول يعتبروا ممثلين عن كنترول يونت. ماشي؟ فبما ان دول بيتحكموا في الكنترول يونت ممكن اعتبرهم الانستراكشن بتاعي يعني بيبقى محتوى من الاجزاء دي. نيجي نشرح الرسمه نفسها. هبدا الشرح عندي من الاي ال يو لان هو يعتبر الاساس بتاعك المركز. ايه اللي داخل على الاي ال يو؟ حاجتين اهم، الاي باص والبي باص. طب يا ترى الاي باص ده خط واحد فعلا؟ يعني هل ينفع باص يبقى عباره عن خط واحد؟ لا، هو ده مش خط واحد. طيب كم خط ده؟ عدد الخطوط بتاعته هتعتمد على مين؟ هتعتمد مش على المالتيبلكسر، هتعتمد على الاي ال يو ارثمتيك لوجيك يونت. ارثمتيك لوجيك يونت ده لما لو بيعمل عمليات ما بين رقمين كل واحد منهم 16 بت، يعني هو 16 بت ارثمتيك لوجيك يونت، يبقى عدد اللي داخل له من الاي لوحده 16، واكيد البي لوحده برضه 16. فيبقى عدد البط ده بيعتمد على الاي ال يو نفسه، يا ترى انت بتتعامل مع ايه؟ 16 ولا 32 ولا غيره؟ تمام؟ طيب كويس. السؤال اللي بعده، يا ترى المالتيبلكسر ده هو مالتيبلكسر واحد بس؟ قلنا عدد اللاينز ما ينفعش يكون واحد، يا ترى عدد المالتيبلكسر ده هيبقى واحد؟ المالتيبلكسر العادي ليه كام خارج؟ المالتيبلكسر ليه كام خارج؟ خارج واحد. طب عدد المالتيبلكسر المطلوب ده بقى هيبقوا كام؟ على حسب عدد البص. لو البص 32 يبقى هو 32، نفترض ان احنا 32 عشان نتكلم كله بلغه واحده. فيبقى كده عدد المالتيبلكسر هيساوي عدد الخطوط اللي هو 32. طب كويس. طبعا المالتيبلكسر اللي هناك ده نفس القصه، تعبيه نفس الحكايه. طيب بالنسبه دلوقتي المالتيبلكسر الاولاني السليكشن ده كام واحده؟ 3. بيتحكموا في كام؟ انبوت 2 اس 3 اللي هم كام؟ موجودين عندك اهم في الرسم هما دول 8. لما تيجي تبص عليهم واحد واحد هتلاقي ان ادي واحد اهو، ادي اللي بعده لحد مين؟
من 1 لـ 7. وثاني الثامن، الثامن جاي من الانبوت. الانبوت دلوقتي هو سايبها هنا مفتوحه انبوت ايا كان الانبوت. الدكتور جمال كان قال ان هي ممكن تكون من الميموري، جايه من الميموري حاجه من بره السي بي يو، او ممكن تكون جايه من الانبوت او بوت ديفايس، ممكن تيجي من اي حته تمام. وممكن لو انت تعبك اول موضوع ممكن تعملها مالتي بلكسر عشان يختار من اكتر من دخل لو انت عايز، مفيهوش اي مشاكل الموضوع ده تمام. نيجي للجزء اللي فوق، عندك دول ايه؟ مجموعة ريجسترز. مجموعة ريجسترز دول مش بيبقى داخل فيهم معلومة؟ لو اي ريجستر داخل فيه معلومة يبقى لازم معاه حاجتين كمان، لازم معاه كلوك اللي بينظم العمليات، والكونديشن اللي هو يعتبر اللود تمام. يبقى انت لازم لما يكون داخل معلومة في اي واحد يبقى فيه كلوك واللود. كلوك هو واضح، السؤال دلوقتي في اللود. اللود ده جاي من مين؟ طالع من الديكودر، ديكودر 3 في 8. الديكودر خارجه اصلا بيبقى ايه؟ واحد بس عليه واحد ويبقى كله صفار لاي اختيار من السلكشن، واحد بس واحد يبقى صفار. معناها ايه؟ ان واحد بس اللي هيبقى عليه اللود ويبقى كله مش عليه، يعني واحد بس اللي هيتحمل المعلومه، على عكس الريجسترز بتاعت الشابتر اللي فات كان كل واحد اللود بتاعه لوحده حسب ظروفه تمام. دول يعتبروا ريجستر ست، يعني مجموعه الريجستر دي اللي هي ريجستر ست تمام. طيب لما احنا جينا نشوف الموضوع ده عرفنا انه السلكشن بتاع دي بيختار ايه؟ بيختار الخارج. زي ما انت شايف المعلومه طالعه من هنا اهو ورايحه هنا، السلكشن دي بيختار مين بالظبط من دول اللي هيروح للمعلومه. هنا في كام لاين؟ 7 لاين. طب فين الثامن؟ مفيش ثامن. الثامن هنا لما بيجي يختاره معناه انه بيختارش ولا واحد من دول. الثامن معناه انه بيختارش واحد من دول، يبقى قصده على مين؟ قصده على الاوتبوت. قصده ان هو هيطلع بره، ما دام انا مش عايز يدخل ولا واحد من دول يبقى قصده ان هو عايز يطلع على بره تمام؟ طيب الرسمه دي بتغطي المساله رقم 1. يعني لما نيجي نشتغل في رقم 1 هيبقى في دماغنا الرسمه دي. مسألة الرسمة اللي بعدها، احنا قلنا من المرة اللي فاتت انه اي انستراكشن بيتحكم فيه عن طريق سيليكشن ايه اللي بيختار الانبوت الاولاني، سيليكشن بي اللي بيختار الانبوت الثاني، سيليكشن دي اللي بيختار الاوتبوت الخارج رايح على فين. وعندك الاوبريشن اللي احنا كانت اللي احنا كنا شايفينها داخلة على المايكرو بروسيسور اللي هي الاي ال يو صح؟ كانت كامل الاوبريشن كام بت؟ مكتوبة 5 بت. طيب 5 بت دي معناها كام عملية؟ لو عاوزين نختار كماكسيمم 2 أس 5، متفقين على كده. طيب الجزء اللي هو فوق ده من الكنترول وورد اللي هيفسره الجدول ده تمام، والجزء بتاع الاوبريشن ده اللي هيفسره الجدول ده تمام كده. طب كويس، نيجي نشوف الجدول اللي على الشمال. الجدول على الشمال الباينري كود لما يكون عندك صفر اللي هما 3 بت دول، يعني لما يكونوا كلهم بصفار معناه ان السليكشن ايه هيبقى داخل على مين؟ على الانبوت. لو اخترت صفر يبقى انا قصدي الانبوت. لو السليكشن بي نفس الحكايه برضو الانبوت. لو السليكشن دي معناها ايه؟ زي ما قلنا من شويه في اختيار بينهم يبقى نن ولا حاجه، ولما يبقى مكتوب نن يبقى انا قصدي الاوت هيطلع بره تمام. طب الباينري كود لما تبقى 1 يبقى معناها انك هتختار السليكشن ايه مين؟ ارواح. نفس الحكايه برضه في سلكشن بي، نفس الحكايه في سلكشن دي. طب ده حلو قوي، 1 معناها ار 1، 2 في الباينري معناها ار 2. كده انا مش محتاج احفظ الجدول، اي رقم منهم باينري معناها الريجستر المقابل لاسمه. 1 ار 1، 2 ار 2، وهكذا. نيجي بقى على الجدول اللي هو بتاع الاوبريشن. الاوبريشن بتاعك 5 بت، هم عاملين 11 اوبريشن، المطلوبين بس 11 اوبريشن اللي انا هستخدمهم فعلا. فانت عندك دلوقتي بالنسبه للاوبريشن الاولانيه اسمها ايه؟ ترانسفير. ترانسفير ايه؟ ترانسفير ايه؟ يعني ترانسفير اللي داخل على الدخل بتاع سلكشن ايه؟ على ايه بس؟ تمام؟ اللي بعدها انكريمنت. انكريمنت لمين؟ برضه الايه. اللي بعدها اد ايه زائد بي، واللي بعدها سبتراكت ايه ناقص بي، بعد كده ديكريمنت للايه، وبعد كده في عندك عمليه الاند
عمليه الاور واكس اور كومبلمنت وشيفت رايت وشيفت ليفت اللي هي كل الحاجات اللي هي الاساسيه. لا ده ما بيتحفظش ليه؟ لان ده ما يعتبرش ستاندرد، مش هتطلع تلاقيه عندك في الشغل، مش زي الحاجات اللي المفروض تاخدها في النتورك اللي هي الرينجز والحاجات دي، لان دي لازم تتحفظ لانك هتطلع تشتغل بيها فلازم تبقى حافظها. اما هنا لا، الحاجه دي مجرد تمثيل بس عشان يفهمك الوضع ماشي ازاي. وده لما تيجي تتعامل كده كده مع مايكرو بروسيسور بيبقى معاه حاجه اسمها الداتا شيت بتاعته، وبيبقى في حاجه اسمها الانستراكشن سيت، مجموعه الانستراكشنز بقى دي انستراكشنز صغيره بس عشان تفهم ايه اللي بيجرى، الثانيه هيبقى فيها انستراكشنز كتير قوي اللي هي خاصه تعتبر بالاسمبلي اللي هتاخدوه قدام كمان شويه. تمام كويس. هتلاحظ هنا ان كل العمليات اللي هي بتبقى محتاجه اوبراند واحد بس او حاجه واحده بس زي ترانسفير زي انكريمنت زي ديكريمنت يبقى داخله كلها على الايه؟ اشمعنى الايه؟ ما في بي. البي من ار الاوفا يعني، فين البي؟ دلوقتي اي عمليه من دول لما بتيجي تحصل ما بتحصلش مع عمليه ثانيه، يعني ما ينفعش ترانسفير وانكريمنت مع بعض في نفس الوقت مثلا. لازم عمليه واحده بس اللي بتحصل في المره. فلو افترضنا ان انا عندي ترانسفير A وترانسفير B، طب كده لما اجي انفذ الترانسفير يا A بس يا B بس، طب وليه وجع دماغه يبقى عندي امرين وليهم نفس المعنى؟ طب خليهم كلهم ناحيه A وبس، طنش B. الحاجات اللي هي ما بتحتاجش غير واحد بس، ملهاش لازمه التاني انا مش هعمل له كمان امر وازود الانستراكشن سيت على الفاضي. تمام؟ طيب الجدول ده احنا عاوزه كتير في المسالتين رقم 2 و3. تمام؟ دول 11 اوبريشن اللي هم موجودين. لا هم دول بس، قلت لك كلهم على الايه لان البي ملوش لازمه، ملوش لازمه في العمليات اللي هي ما بتحتاجش غير واحد بس. انكريمنت ايه هستخدم البي في ايه؟ ولا حاجه. ما ينفع، ملهاش لازمه ان انا اعمل انكريمنت الايه لوحده وانكريمنت البي لوحده، ملوش لازمه. طبعا دي من اهم الحاجات اللي احنا اخدناها يعتبر السنه دي، من ضمن الحاجات اللي احنا اخدناها برضو قبل كده الانفكس والبريفكس والبوستفكس. نيجي نشوفهم واحده واحده معناهم ايه وهنشوف ايه لازم استخدامهم دلوقتي. اول حاجه الانفكس. انفكس 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 معناها الاوبريتورز اللي هو يعتبر باللون الاخضر اوبريتور ان في وسط الاوبرانز، يعني العمليات وسط المعاملات. تمام انفكس في النص ده طبعا اللي احنا بنتعامل بيه طول حياتنا من اول ما دخلنا ابتدائي لحد دلوقتي اللي هو بالانفكس. طيب ايه النظام الثاني؟ في حاجه اسمها بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ هو ليه اسم ثاني اللي هو البوليش نوتيشن. وايه بوليش دي؟ بوليش يعني بولندي، اللي عمل النوتيشن ده واحد بولندي فتسميت بالجنسيه بتاعته. بريفكس معناها ان الاوبراند قبل الاوبريتور. كلمه بري اصلا معناها بيفور، بري اصلا معناها بيفور، يبقى كده الاوبريتورز قبل الاوبرانز. تمام. الشكل الثالث اللي هو هنستخدمه اكتر قوي اسمه بوست فيكس. البوست فيكس وباسم اخر اللي هو ريفرس بولش نوتيشن او ار بي ان، ده معناها ان الاوبريتورز بعد الاوبرانز، افتر بعد بوست. تمام. طيب السؤال بقى اللي بيشغل الناس كلها، ايه حكايه الانفكس وايه لازمه ان احنا نحول من انفكس لبوست فيكس؟ ليه القصص دي؟ القصه دي لان اي اكسبريشن، معنى كلمه اكسبريشن يعني مثلا 2 في 3 زائد 5 على 2 في مش عارف ايه، ده اكسبريشن. اي اكسبريشن احنا بنتعامل معاه بشكل الانفكس. تمام. في الاكسبريشن ده بيبقى في عندنا قواعد، مين قبل مين، ضرب قبل مش عارف ايه. بيبقى في مشكله ثانيه ان في عندنا اقواس، ان دي عايزه تتعامل على بعضها الاول قبل دي. القصص دي كلها لما تيجي تعملها ايفالويت بقى ككمبيوتر، انت دلوقتي واحد شغال على كمبيوتر فانت محتاج انك تاخد الحاجات دي وتنفذها عندك على الكمبيوتر. الكمبيوتر ما يقدرش يتعامل معاها بالشكل الفظيع اللي انت مدخله بالقصص اللي احنا عاملينها دي كلها، ما يقدرش ياخدها مباشره. فبيعمل ايه؟ بنروح محولينها للبوست فيكس. وتلاحظ لما نحول للبوست فيكس بنلغي كل الاقواس، بنرتبه بحيث يبقى ترتيب العمليات مظبوطه، بتظبط الاكسبريشن بحيث يبقى شكل الكمبيوتر يقدر ياخده بعد كده ويعمل له ايفالويت، يطلع له قيمه عن طريق الاستاك اللي كان الدكتور شرحه قبل كده في المحاضره. وبالتالي ده اللي احنا هنعمله النهارده. في عندنا ثلاث مسائل 6 و7 و8. 6 و7 هنقعد نحاول فيهم مره من انفكس البوست فيكس، 6 و7 هنعكس من بوست فيكس الانفكس، ورقم 8 هنشرح فيها ازاي نعمل ايفالويت للاكسبريشن عن طريق البوست فيكس. يبقى عندك اكسبريشن مجموعه ارقام مضروبه ومجموعه على بعض في الانفكس، هتحولها لبوست فيكس وتعمل لها
تطلع القيمة بتاعتها هتري الستاك. تمام كده؟ نيجي نتكلم شوية عن القواعد بتاع التحويل من الانفكس للبوست فيكس. في التحويل من الانفكس للبوست فيكس اول حاجة بتبدأ بالتحويل فيها بتحول اللي هو الانر موست بارنتيسيز الاقواس اللي هي جوه خالص. يكون عندك اكسبريشن كتير في اكتر من قوس تدخل القواس اللي جوه خالص. حولها الاول من الانفكس للبوست فيكس وبعد كده اطلع بره شوية شوف مين اللي ليه الاولوية وحوله. واقعد اطلع لحد ما توصل للاوتر موست بارنتيسيز. خلص كل الاقواس الاول. بعد ما تخلص الاقواس ادخل في الخطوة او القاعدة اللي تعتبر اللي تحتها convert high residence first then go to the least. خلص الحاجات اللي هي اولوية اعلى high residence يعني اولوية اعلى زي الضرب الاول وبعد كده القسمة وبعد كده الجمع وبعد كده الطرح. خلصهم واحد ورا واحد. خلص الاعلى الاول وبعد كده ادخل في اللي بعده. لو حصل ولقيت ان في اثنين نفس الـ residence جنب بعض ابدأ من الشمال لليمين. تمام؟ دي القاعدة الثالثة. لو الاثنين زي بعض مثلا جمع جنبه جمع وجنبه جمع خد اللي على الشمال الاول بعد كده خد اللي على اليمين. عندك ساعات بيقولوا ان الضرب والقسمه زي بعض باخد اللي على الشمال الاول بعد كده خد اللي على اليمين. تمام؟ نبدا ان شاء الله في اول مساله بروبلم واحد. بروبلم واحد المعطيات اللي فيها بيقول لك انت عندك باس اورجنايزد سي بي يو بالرسمه اللي هي اول اللي احنا بدانا بيها زي الرسمه الاولانيه. فيها كام ريجستر؟ 16 ريجستر. كام بت كل واحد؟ 32 بت. معناها ان الدنيا كلها هتبقى ماشيه 32 اللي هي اليو 32 والباص سطح تبقى 32 كله 32 بت. تمام؟ اند وفي عندك اي ال يو اللي هو اللي كان موجود تحت اند ديستنيشن ديكودر. تمام؟ خلاص كده؟ كويس. نبدا بقى نشوف اول مطلوب. المطلوب الاولاني هاو ماني مالتيبلكسرز ار ذير ان ذا اي باص؟ And what is the size of each multiplexer؟ اللي احنا قلناه الاولاني من شويه اللي هو يعتبر السايز بتاع المالتيبلكسر 32 وقلنا السبب ليه. طيب يبقى النمبر اوف مالتيبلكسرز هيساوي النمبر اوف بيتس بالريجستر هيساوي 32 مالتيبلكسر. تمام؟ طيب what is the size of each multiplexer؟ ليه 16؟ لان اي مالتيبلكسر بيختار واحد من الريجسترز اللي داخلين. فانت عندك 16 ريجستر يبقى هيختار واحد من 16. يبقى السايز بتاع نمبر اوف مالتيبلكسرز قلنا بيساوي نمبر اوف ريجسترز نمبر ايفر انبوت للمالتيبلكسر بيساوي نمبر ريجسترز وبالتالي السايز 16 في 1. وليه في 1؟ لان دايما الاوتبوت واحد بس. تمام كده؟ كويس. اللي بعده رقم بي بيقول لك هاو ماني سيلكشن انبوتس ار نيدد فور ماكس اي اند ماكس بي. مالتيبلكسر ايه قلنا بيختار 16 ويطلع واحد. طب بيختارهم بكام بت؟ 16 اللي هي بتساوي كام؟ 2 اس 4. يبقى عدد سيلكشن انبوتس بتساوي 4. هو في قانون اللي هو يعتبر عام شويه النمبر اوف سيلكشن بتساوي اللوج للاساس 2 لعدد الانبوت للمالتيبلكسر. انا بجيب القانون معكوس. انت العادي بتاعك ان عدد الانبوت بتساوي 2 اس عدد السيلكشن. انت عايز عدد السيلكشن فبتحلها عن طريق اللوغاريتمات اللي هو اللي بيجيب لك القيمة بالظبط. لو انت معاك آلة حاسبة والرقم طلع كبير منك شوية أو مش قادر تفتكره. لو تمام؟ لو انت معاك آلة حاسبة ما بتدعمش لوج للأساس 2 تقدر تعملها عن طريق القانون التاني ده. اللي هو لوج الانبوت على لوج 2. ده اللوج العادي اللي هو لوج 10. لوج الأساسي 10. تمام؟ القانون العادي اللي احنا بنتعامل معاه نمبر اوف انبوت المالتيبلكسر بتساوي 2 أس عدد السلكشن. طيب المطلوب الثالث رقم سي بيقول لك هاو ماني انبوتس اند اوتبوتس ار ذير ان ذا ديكودر. الديكودر بتاعنا اللي هو كان على الشمال ديستنيشن ديكودر فيه كام انبوت وكام اوتبوت؟ هو بيتحكم في كام الاول؟ عدد الريجسترز قلنا كام؟ 16. يبقى عدد الاوتبوتس كام؟ اكيد 16. طب عدد الانبوتس بكام؟ نفس موضوع السلكتور 4. نفس موضوع المالتيبلكسر بالظبط. يبقى عدد القانون بتاعك نمبر انبوت للديكودر بتساوي لوج للاساس 2 للنمبر اوف اوتبوت والنمبر اوف اوتبوت معروف انه اكيد هيبقى 16. بلوج الاساس 2 اللي هو 4. القانون العادي بتاعنا برضو اللي هو نمبر اوف اوتبوت بتساوي 2 اس الانبوت. بما انه بيتحكم في 16 ريجستر يبقى الديكودر سايز بتاعه 4 في 16. انا كتبتها بالسايز لان السايز عباره عن انبوت في اوتبوت فيبقى كده انا جبت له اللي هو عايزه. تمام؟ رقم دي هاو ماني انبوتس اند اوتبوتس ار ذير ان ذا اي ال يو فور داتا انكلودنج انبوت اند اوتبوت كاريز. يعني هو عايز على بعضه كده
العدد بتاع الانبوت للALU كله على بعضه. فكان الرسمه كان فيه بص A وبص B، عرفنا كل بص منهم كام؟ 32 بت. هو عايز يزود كمان عليهم الكاري انبوت. لو تفتكر في الALU بتاع زمان او الارثمتك لوجيك يونت اللي احنا كنا اخذناها في شابتر واحد كان فيها سي ان داخل، كان فيه سي اوت طالع، عايز يحسبهم كمان مع عدد اللاينز. فبيقول لي احسب لي مع الانبوت السي ان واحسب لي مع الاوتبوت السي اوت. يبقى السي ان لما نيجي معه 32 32 بص A زائد بص B زائد سي ان اللي هو في الاخر كام؟ 65 لاين. لما تيجي تشوف الاوتبوت هتلاقيه ال 32 بتوع الاوتبوت زائد اللي هي ال ALU الاوتبوت بتاع ال ALU زائد السي اوت ب 33 لاين. تمام كده؟ ده رقم دي. طيب احنا دلوقتي في الرسمه اللي فاتت مش بعد ما اتكلمنا عن السي بي يو اتكلمنا عن الكنترول وورد، نفس الحكايه هنا. هو قاعد يكلمك شويه عن السي بي يو، بعد كده راح عايز كنترول وورد. كنترول وورد اللي كانت عندنا قبل كده كان فيها ايه؟ سلكشن A والبي والدي. احنا دلوقتي عرفنا كل واحد منهم قيمته كام، فاضل لنا ايه؟ الاوبريشن. طب الاوبريشن هنا لازم يقول لك عليها عشان يقدر يسالك كنترول وورد. فراح قايل لك هنا عندك كام اوبريشن؟ 35 اوبريشن. طب 35 اوبريشن دول اقدر اختار واحد منهم عن طريق كام بت؟ احنا قايلين من شويه 2 اس 4 كام؟ يعني 4 بت يجيبوا 16. طيب ال 5 بت يجيبوا كام؟ 32. ينفع 32؟ ما ينفعش. يبقى ندخل اللي بعده اللي هو مين؟ 64 اللي هم 6 بت. يبقى انت كان مطلوب عندك 6 بت عشان تغطي ال 35 دول، لازم يكون اكبر من. فيبقى عندك بما ان ال ALU في 35 اوبريشن، الاوبريشن عندك 6 بت، يبقى كله على بعضه شكل الاوبريشن شكل الكنترول وورد هيبقى بالشكل ده، ديكشن A و B و D اوبرانت واوبريشن بالقيم دي. تمام؟ طيب اللي بعده بروبلم 2. مسألة 2 هتعتمد قوي على الجدول اللي احنا قلنا عليه من شويه. ليه؟ لان هو مطلوب هنا عايز يحول الكلمات الجمل اللي مكتوب المايكرو اوبريشنز دي اللي هي تعتبر ما بيني وما بينك دي لغه ديزاين. هل الكمبيوتر يقدر ياخد دي ينفذها؟ لا ما بينفذهاش. دي عشان انا وانت كناس مع بعض او ديزاينرز مع بعض نفهم بعض ايه اللي بيحصل، ايه الاوبريشنز اللي بتحصل جوه. فدي لغه ديزاين، المطلوب ان هو يحولها للغه اللي هي اصفار وحايد المايكرو بروسيسور ياخدها ينفذها على طول. تمام؟ فيبقى المطلوب دلوقتي هنجيب كل واحده من دول وهنحولها لكنترول وورد بتاعتها. طبعا هنستخدم الجدول بالكتير جدا دلوقتي. تمام؟ طبعا هنبدا اول حاجه جدول. الجدول فيه مايكرو اوبريشنز اللي هو طالبها. بعد كده هنقسم الشكل اللي هو يشبه بتاع كنترول وورد عشان نقدر نحط كل قيمه في كنترول وورد مظبوط. تمام؟ هنجيب الاول سلكشن A. سلكشن A وسلكشن B ودي والاوبريشن هنستنتجهم من المايكرو اوبريشن ونطلع على كل واحده منهم القيمه بتاعتها في الكنترول وورد. طيب العمليه عندك دلوقتي ار 2 زائد ار 3. تمام؟ ازاي هتحط سلكشن A اللي هو انهي؟ سلكشن A ده مش كان بتاع الانبوت؟ هو سلكشن B. طب مين اللي داخل في العمليه؟ اللي داخل في العمليه دول ار 2 وار 3. يبقى الاولاني في الاولاني ار 2 سلكشن A، الثاني مع الثاني ار 2 مع سلكشن B، ار 3 مع سلكشن B. ويبقى الاوت بوت رايح مين؟ لار 1. واللوكيشن بتاعتك ايه؟ باين اوت جنب ادي. طيب الكنترول وورد طبعا الجزء الاولاني هيبقى سهل قوي. ليه؟ لان ار 2 معناها 2 بالباينري، وار 3 معناها 3 بالباينري، وار 1 معناها 1 بالباينري. فاضل لنا الاد. الاد دي هجيبها ازاي؟ الاد هجيبها من الجدول. فين اد عندك؟ 3 اصفار 1 0. تمام؟ اهي 3 اصفار 1 0. واللي فهمته ان الدكتور جمال قال لو جاب مساله زي كده هيجيب لك الجدول. ما تقلقوش يعني. عمليه بسيطه جدا. نيجي المساله اللي بعدها. ار 4 نيجيتد ار نيجيشن اهو ده الكومبلمنت. تتحط فين؟ في ار 4. طيب يبقى الداخل هيبقى مين؟ ار 4 هيتحط فين؟ هيتحط لازم في السلكت A، لان احنا عارفين ان كل العمليات دلوقتي بتتعمل ناحيه A بس، دي ملوش لازمه. فيبقى ار 4 هيتحط في A، سلكشن B ملوش لازمه مش هيتحط فيه حاجه. سلكشن D رايح ل ار 4 مش هيتحط فيه حاجه محتاجينها يعني. هيتحط فيه ار 4. طيب الاوبريشن بتاعتك اللي هي ايه؟ كومبلمنت. كومبلمنت مين؟ A. هتلاقي كوم A كومبلمنت A. هنشوفها دلوقتي لما تيجي ترجع للجدول.
طيب القيمة بتاعت R 4 هي كده 4 الباينري. طيب سلكشن بي اللي هو ولا حاجة ده هنعمل فيه ايه في الكنترول وورد؟ الناس بيقولوا حط صفار، الناس بيقولوا حط وحايد، الناس بيقول لك 1 0 1، كل دول صح. من حقك تحط أي قيمة لأنك مش هتستخدمها، بس لازم تحط قيمة. أصل البيتس اللي أنت هتحطها هو هيقراها، ممكن ما يستخدمهاش بس أنت لازم تديله القيمة دي. ولا لو لغة برمجة مثلا هيقول لك أنت ما اديتليش حاجة هنا، دي هنا حتى لو ما استخدمتهاش بس تديني قيمة أيا كان. بالتالي لما تبقى كلمة أيا كان دي معناها إيه؟ دونت كير تيرم. تحط له 3 إكسات الامتحان، تفهمه من أي تيرم، مش فارقة. تمام؟ كويس. المعلومة رايحة لمين؟ R 4. الكومب إيه بقى اللي هي كومبلمنت إيه دي؟ يبقى كومبلمنت ايه اللي هي 0 3 1 0، كومبلمنت مين ايه والرمز بتاعها كوم ايه. تمام كده خلاص. اللي بعدها ار 5 ناقص 1 بتتحط في ار 5. ار 5 ناقص 1 دي معناها ايه؟ ديكريمنت، بتطرح 1. يبقى اللي دخل على السليكشن ايه؟ اكيد ار 5. سليكشن بي نفس القصه مش محتاجها. سليكشن دي ار 5 رايح له المعلومه، الاوبريشن ديكريمنت ايه؟ ايه كنترول وورد اول حاجه 5 كباينري، بعد كده دونت كير، بعد كده رايح لار 5 ديكريمنت ايه من الجدول عشان ما حدش يحفظها 0 1 0. مظبوط كده زي ما جبناه من الجدول. طيب يبقى عندك دلوقتي خلصنا رقم سي، فاضل لنا دي شيفت ليفت ار 1 تحط فين؟ في ار 6. يعني انا مش لازم تعمل عمليه تحطها في نفس المكان، المسألتين اللي فاتوا كنا بنحطهم في نفس المكان، مش ضروري ولا حاجة. فأنا بيأكد لك إنه لا مش لازم. طيب، باخد الدخل من مين؟ من R1. السليكشن بي نفس القصة. السليكشن دي رايح لR6. الأوبريشن بتاعتك شيفت ليفت لإيه؟ برضه ولازم. يبقى عندك كنترول وورد، يبقى سليكشن إيه؟ 1 بالباينري، بعدها برضه دونت كير تيرمز، وبعد كده 6 بالباينري، والشيفت ليفت إيه؟ اللي هي جاية من هنا. 1 2 3 اصفار، 1 2 3 اصفار. خلاص اللي بعدها سيليكشن ايه هيدخل عليه مين؟ اكيد الانبوت، هو الانبوت. سيليكشن بي برضه ما يهمنيش. العمليه نفسها اصلا تعتبر ايه هنا؟ الانبوت رايح لار 7 ترانسفير، تتنقل الحاجه زي ما هي، ما غيرتش فيها اي خالص باي شكل. يبقى سيليكشن دي ان هو رايح المعلومه لار 7. الاوبريشن بتاعتك ترانسفير ايه عشان ياكد لك ان الدخل بتاع ايه. تمام. الباينري بتاعك الانبوت هيبقى كام؟ 3 اصفار. اللي يهمني بتشغل 3 اصفار بس، الانبوت اصفار واي واحد منهم بالباينري بتاعه من R1 لR7. تمام كده، مش محتاج تحفظ بقى، هو الصفر بتاع الانبوت بس، يبقى ايه من R1 لR7. فيبقى هنا صفر بتاع الانبوت، وزي ما اتفقنا مع الدي استلمت دي قيمة، ويبقى عندك المعلومة رايحة لمين؟ لار 7 اللي هي 3 وحايد بالباينري. فاضل لنا قيمة ترانسفير نفسها كام؟ ترانسفير هتلاقيها 5 اصفار. تمام كده؟ كده رقم 2 خلص، ما فيهاش أي مشاكل. ندخل في رقم 3. 3 بقى عايد العكس. 3 بيقول لك ديترماين المايكرو اوبريشنز المطلوبة عشان تحول الباينري دهيت لمايكرو اوبريشن. يعني انا عايز الباينري ده يتحول لمايكرو اوبريشن عشان افهم يعني ايه الاصفار الوحيد الكتير دي. تمام. اي واحد من دول هم 14 بت زي كنترول وورد اللي احنا كنا قلناها من شويه، فعشان تقدر تفهمهم هنقسمهم في الجدول وناخد كل جزء معناه ايه ونجيبه كمايكرو اوبريشن. يبقى ادي الجدول اللي انا بتكلم عليه، كنترول وورد هنحطها بس متقسمه مش زي ما هو مديها لنا 3 3 3 5. تمام. وبعد كده هنشوف كل جزء معناه ايه ونحوله لمايكرو اوبريشن. أول حاجة عندك الكنترول وورد زي ما أنت شايف 3 3 3 5. طيب أول أوبراند أول هو سيليكشن إيه يعتبر إيه؟ هيبقى R 1 1 وR 1، سيليكشن بي R 2، سيليكشن دي R 3. والأوبريشن بتاعتك هتبقى إيه بقى؟ هنروح نشوف فيها إيه؟ 0 0 1 0. هتلاقي فعلا صف 3 0 0 1 0 اللي هي الصف. المايكرو اوبريشن الترتيب بتاعها مهم، يعني العمليه كانت A ناقص B وهيتحط بالD، يبقى R1 ناقص R2 وتتحط في R3.
لو غيرت الترتيب غيرت العملية. تمام؟ ندخل على الكنترول وورد اللي بعده بي. كله صفار. كله صفار. طيب لما يكون سيليكشن ايه صفار معناها ايه؟ امبر. سيليكشن بي برضو امبر. سيليكشن دي احنا قلنا ايه مع البي؟ نان. مفيش. مظبوط. يبقى مع السيليكشن دي هتعتبر نان. بس احنا فاهمين انها رايحه فين؟ رايحه الاوت. يبقى الاوبريشن تايب بتاعتك ايه؟ كلها اصفار. دي لو تفتكرها من اللي فاتت على طول كانت اخر حاجه اللي هي ترانسفير. ترانسفير. ترانسفير ايه؟ برضو. طيب ده معناه ان الجمله المايكرو اوبريشن بتاعتك ايه بقى؟ الانبوت رايح للاوت. طب لو بصينا لها بسرعه كده، يعني ايه انبوت تروح الاوتبوت مباشرة؟ لو جيت تفكر فيها شوية كده، انت لما تيجي تحط الفلاشة بتاعتك مش بتاخد من الفلاشة تعتبر انبوت ديفايس على الهارد ديسك مثلا، يبقى عملية من انبوت لاوتبوت يعتبر كأنها كوبي، تنسخ من ده لده. ده يعتبر من الحاجات المفاهيم بتاعتك. ناس تانية فكروا ان ممكن الانبوت من الاوت من الانبوت للاوتبوت ده مثلا قيمة موجودة في الميموري وعايز تحطها فين؟ على الشاشة مع اوتبوت ديفايس. تمام؟ يعني ليها اكتر من تفسير. لو جيت تشوفها كانبوت اوتبوت اللي هو عمليه الكوبي هتلاقي ان هي يعني ملهاش لازمه قوي. ده مفيش بروسيسنج مهم قوي للبروسيسور، واخد حاجه طالعه زي ما هي. فعشان كده قدام شويه لما تيجي تدخل في شغلانه المايكرو كنترول المايكرو بروسيسور، يعني هتلاقي ان هو راح فاصل العمليه دي خلاها بره المايكرو بروسيسور خالص. سماها حاجه اسمها دي ام اي دايركت ميموري اكسس. الميموري يتكلم الميموري على طول، انت مالكش دعوه، البروسيسور ما يتدخلش في الحاجات دي. تمام؟ تمام. ندخل في رقم سي. رقم سي هتلاقيها 2 2 2 2 وبعد كده في عمليه في الاخر. طبعا 2 دي معناها سلكشن ايه؟ ار 2 ار 2 ار 2 كل السلكشن ار 2. تمام. الاوبريشن بقى 0 واحدين صفرين. ادي 0 واحدين صفرين اللي هي ايه؟ اكس اور. طب لما نيجي نشوف عمليه اكس اور يبقى الاوبريشن بتاعتك ايه؟ ار 2 اكس اور ار 2 بتتحط في ار 2. طب وايه القصه الغريبه دي؟ يعني ايه ار 2 اكس اور ار 2؟ مش بتعمل لما تيجي تعمل اكس اور للرقم نفسه على نفسه يدي لك ايه؟ مش اكس اور المتشابه يدي لك صفر؟ طب دي معناها ايه؟ ان الصفر بتحطه في ار 2 معناها انك عملت ايه؟ عملت كلير لار 2. ده كمان ممكن تروح كاتبها كده انه ار 2 رايح لها صفر، تحطها ما بين قوسين، وتلاحظ ان ده ما يعتبرش العمليه نفسها بس ده معبر عنها. الناتج النهائي يعتبر زي ده بس انت عامل عمليه اكس اور. الناتج النهائي كانك بتحط صفر في ار 2، عمليه كلير يعني. تمام؟ كلير. تمام؟ طيب ندخل في بعدها رقم دي. رقم دي هتلاقي عندك في اول حاجه صفر اللي هو يعتبر انبوت، بعدها واحد اللي هو ار واحد، وبعدها ايه؟ نن. رقم صفر في الدي بتعتبر نن. طب العمليه اللي هي ثلاث اصفار واحد صفر، ادي عندك ثلاث اصفار واحد صفر اللي هي تعتبر اد. يبقى بتعمل عمليه اد اللي هي انبوت زائد ار واحد بتتحط فين؟ الاوتبوت زي ما قلنا من شويه. تمام؟ نيجي للعمليه اللي بعدها. عندك دي كام؟ 7 ار 7 يعني، ودي ار 4، واللي بعدها كام؟ ار 3. طب العمليه كام؟ واحد بيبقى كله صفار. ايه؟ واحد بيبقى كله صفار اللي هي شيفت رايت. طيب شيفت رايت لمين؟ للاي. طب بمعنى كده المايكرو اوبريشن هتبقى ايه؟ شيفت رايت للاي واحطها في ار 3. طب والار 4؟ هتسيب الار 4 كده؟ هي طبعا ملهاش لازمه. احنا قلنا في العمليات اللي هي بتبقى تعتبر على حاجه واحده زي الشيفت ليفت والانكريمنت والديكريمنت السليكشن بيه ملوش لازمه اصلا، هو محطوط كده بس. ار 7 شيفت رايت حط في ار 3. تمام؟ دي كده نهاية رقم 3. رقم 4 و5 الاثنين بيتعاملوا مع الاستاك. رقم 4 عندك الاستاك ده. الاستاك ده يعتبر نوع استاك بتاع ايه؟
تاج بتاع الريجسترز. تعرف ازاي ان هو ستاك الريجسترز؟ ان الترقيم بتاعه من قليل لكبير بيزيد وانت طالع فوق، وانت طالع فوق بيزيد 0 1 2 3 4 وانت طالع فوق. تمام؟ لما تشوف كده تعرف ان ده الريجستر بتاع ستاك، اسف ستاك بتاع الريجسترز. تمام؟ طيب كويس. في الستاك اللي احنا شايفينه قدامنا ده، الستاك بوينتر اللي هو البوينتر ده بتاع الستاك الاس بي ستاك بوينتر بيشاور على ايه؟ على السي اللي هو يعتبر ايه؟ التوب بتاع الستاك اللي هو فوق خالص، اخر مكان فيه قيمه، اخر مكان فيه قيمه من الستاك يعني. تمام؟ هو اللي بيشاور عليه الستاك بوينتر ده، الستاك العادي، لانه كمان شويه هيغير لك شويه في الحكايه دي. تمام؟ تعرف برضو ان الستاك دايما بيتعامل مع دي ار، لما يجي ياخد اي معلومه منه او يحطها لازم عن طريق الدي ار. عايز تحط جوه الستاك تاخده من الدي ار، عايز تطلع من الستاك اللي تطلعه ده مثلا تطلع ده وتحطه جوه دي ار، لما تيجي تعمل بوب. تمام؟ عمليات معروفه بتاعتك بوب وبوش، بوش تحط بوب تطلع من الستاك. كل ده جميل. المساله بقى ايه المطلوب فيها؟ المطلوب فيها ان هو بيقول لك الستاك بوينتر افترض ان هو الست صفار دي دول كام صفر؟ ستة، والعدد ده مهم في الستاك اللي يعتبر 3 3 اللي هو ده اللي احنا راسمينه ده واللي جايبينه ده. هاو ماني ايتمز ار ذير ان ذا ستاك؟ في كام ايتم في الستاك لو الفول اللي عندك بتساوي 1 والامتي بتساوي 0؟ ده معناه ان الستاك ايه؟ لما نلاقي الفول بواحد والامتي بزيرو معناه ان الستاك فول، صح كلام؟ يعني الستاك مليان ومش فاضي. طيب لو هو مليان انت عندك كام خانه اصلا الستاك بوينتر؟ كام خانه قلنا؟ ستة. ستة يبقى عندك كام مكان لما يكون فل؟ اتنين اس ستة اللي هي كام؟ 64. اهي اصلا في الرسم من 0 ل 63 اللي هي 64. وطبعا مش هجيب لك الرسم عشان كده بقول لك عدد الخانات مهم، لانه على اساس هتقول اتنين اس عدد الخانات. يبقى عندك الحل لما يكون عندك الستاك فل يبقى في 2 اس 6 اللي هو 64 اي. طب لما يكون الفل ب 0 والامتي ب 1 معناها ان هو فاضي مش مليان، يبقى فيه كام عدد الايتمز؟ مش محتاج كلام اكيد زيرو يعني. تمام كويس. طب لو حصل انك لقيت الفل بزيرو والامتي بزيرو معناها ايه؟ شغل معنى واحد، انه لا فاضي ولا مليان، يعني في مجموعه قيم، يعني في شويه حاجات الاستاك مش فاضي ومش مليان. طبعا مستحيل تلاقي الاثنين بواحد، ما ينفعش الفل وامتي مع بعض، ما ينفعش فاضي ومليان. تمام؟ طيب احنا قلنا من شويه في طريقه الستاك العاديه البوينتر بيشاور على مين؟ على اخر مكان ده العادي توب. نيجي المساله اللي بعدها رقم 5 هتبقى الستاك، بس مش الستاك بتاع ريجستر بقى، الستاك بتاع ميموري. ازاي تفرق ما بين الستاك ده والستاك ده؟ الستاك بتاع الميموري بينقص وهو طالع. اهو 3001 4000 3999 وهكذا بيطرح لفوق مش بيجمع، مش من زيرو لفوق، لا ده من رقم ويقعد يطرح هو طالع لفوق. تمام كويس. نيجي نتكلم في موضوع البوش والبوب. انت لما تيجي تتكلم عادي احنا قلنا ان الستاك بتاع البوينتر بيبقى موجود فين؟ في الطوب بتاع الستاك. لو افترضنا مثلا ان في هنا قيمه ايه؟ قيمه بي. طب انا عايز ادخل قيمه سي، هعمل عملية بوش. طب لما اجي اعمل بوش يبقى هعمل ايه؟ لازم الاول اللي احنا لازم نبقى عارفينه ان الدي ار هو اللي هيدخل عن طريق القيمة، بيدخلها فين؟ في المكان اللي بيشاور عليه الاس بي، وبالتالي لو فضل زي ما هو البوينتر كده ما ينفعش، ما ينفعش، لازم اغير الاول مكانه عشان اكتب في العنوان اللي بيشاور عليه. يبقى اول حاجة هطلع لفوق واروح حاطط القيمة بتاعت سي مثلا. تمام؟ يبقى الترتيب أول حاجة هروح طالع لفوق يعني أطرح واحد وبعد كده أحط القيمة. ده البوش العادي. طب البوب العادي هيحصل فيه إيه؟ البوب العادي لو افترضنا إن في هنا إيه وفي هنا بي. البوب يعني أنا عايز أقرأ قيمة بي وأطلعها بره. تمام؟ يبقى أول حاجة الدي آر هو عايز قيمة بي، طب الستاك فعلا واقف عليه. أروح قاري القيمة دي وأحطها فين؟
في الدي ار، وبعد كده ينزل الستاك يقف على الايه. تمام؟ لاحظ انه هيقراها بس، يعني قيمه دي لسه موجوده بس ما تهمنيش، لان في المره الجايه زي ما قلنا من شويه هروح نطلع الستاك بوينتر واروح كاتب مكانه، وبالتالي اضيعه. تمام؟ تمام. ده كل ده اللي هو العمليات بتاعه العادي. هنا بقى لا، هو عايز يقول لك ان الستاك بوينتر مش بيشاور على توب، عايز دايما بوينت ات ذا نيكست امتي لوكيشن، في المكان الفاضي في الستاك، عايز يشاور على المكان الفاضي. يبقى كده معناها ان لو عندنا الستاك ده مثلا هنا انا فيه قيمه ايه، هو فعلا هو بيشاور على المكان الفاضي. تمام؟ عايزينه يعمل عمليه البوش والبوب، يقول لك قول لي المايكرو اوبريشن بتاعت البوش والبوب بالفرضيه اللي فوق دي. تمام؟ فرضيه انه بيشاور على مكان فاضي مش بيشاور على التوب. طب حلو، هو واقف دلوقتي على مكان فاضي وعايز اعمل له بوش، يعني عايز اكتب قيمه. يبقى القيمه هاخدها من الدي ار واحطها فين؟ على طول هنا في المكان ده، في المكان فاضي قوي مستنيين. تمام؟ يبقى اول حاجه لما تيجي تعمل عمليه البوش هتكتب من الدي ار وتحطها في الميموري اللي هو المكان بتاع الستاك بوينتر. طب تاني نقطه هنعمل فيها ايه؟ هنطلع الستاك بوينتر اللي فوق عشان يشاور على المكان اللي فاضي فوقيه، وبالتالي هروح طارح واحد وانت طالع فوق بتطرح واحد. تمام كده؟ فهمت؟ يبقى دي عمليه البوش. طيب عمليه البوب، لو عمليه البوب برضه هنعتبر ان هنا في قيمه الاي دي اللي عايز يتعمل لها بوب، والطبيعي بتاعك ان هو واقف على مكان فاضي. طب انا عايز اعمل بوب لده، هعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها انزل للمكان ده عشان لما اجي اقرا هقرا من ده. يبقى اول حاجه هنزل للمكان ازاي؟ ان انا بجمع واحد. اول حاجه بنزل بالستاك بوينتر واحد، بجمع واحد، وبعد كده اقرا القيمه احطها جوه الدي ار. تمام؟ يبقى كده عملت العمليه الثانيه. كده خلصت البوش والبوب بالفرضيه اللي هو عايزها انه بيشاور على المكان الفاضي. بلاحظ ان الترتيب يفرق، لما جينا احنا نتكلم عن العادي عكس ده بالظبط. الترتيب يفرق معاك خالص. تنفيذ الاوامر ده يفرق طبعا عن العادي. العادي انك البوينتر بيشاور دايما على المكان المليان، هنا لا عايزه على المكان الفاضي. دي غير دي طبعا، لانك لو في العادي بتشاور على مكان مليان لو جبت عامله ان هو بيشاور على المكان الفاضي هتروح كاتب على القيمه اللي هي اصلا انت عايزها، اللي هي القيمه اللي تابعه للستاك، انت عايز تحطه فوقيها مش تكتب فوقيها، مش تكتبها هي. فدي تفرق عندي، لازم تبقى عارف انت شغال بانهي نظام. وهو العادي في كل الدنيا النظام التاني، بس هو هنا عشان يفهمك ازاي تفكر في الموضوع. تمام؟ كده احنا اتكلمنا عن الستاك. تمام. نبدا رقم 6. رقم 6 هنحول الانفكس بالطريقه العاديه بتاعتنا للريفرس بولش نوتيشن اللي هو يعتبر اسمه بوست فيكس. عندنا أربع أمثلة هنقعد نجرب فيهم واحد واحد. نبدأ بأول واحد. أول واحد هتلاقي فيه عمليات إيه؟ ضرب وجمع. حسب القواعد اللي قلناها، أول حاجة بنبدأ بالأقواس، مفيش أقواس. هنبدأ بالعمليات نشوف مين الأعلى في البريزيدنس، مين أعلى واحد؟ الضرب. تيجي على الضرب كله تحوله. مرة واحدة كله تحول للبوست فيكس. تمام؟ فاضل لك عمليات الجمع اللي جوه. الجمع اللي جوه يعتبروا زي بعض، فممكن تعملها من الشمال لليمين. ممكن تعملهم كلهم مرة واحدة، تخليهم كلهم ناحية الشمال مرة واحدة. عملت لهم كلهم خليتهم في الآخر. لما تيجي تفكها هتلاقي إن ده هيرجع هنا، ده هيرجع هنا. أو آسف العكس المفروض. هتلاقي إن ده هيرجع هنا، ده هيرجع هنا. وبعد كده كل واحد منهم تاني يرجع يتفك وتلاقيها مظبوطة جدا. ندخل في رقم بي. رقم بي بدأنا نستخدم أقواس. بقى عندك أقواس، يبقى هتعمل جوه الأقواس الأول. هتلاقي إنه عندك الـ AB دهيت كده كده لازم هتعمل متأخرة خالص. صح؟ في الآخر خالص هي. هتتضم على الناس في الآخر خالص في الجمع ده. فأنا دلوقتي هحولها في سريع مجرد إنجازا للوقت. بس هو ما يعتبرش مكانها قوي دلوقتي، ممكن تعملها متأخر، بس أنا هنجز لك بس عشان كده هعملها الأول. تمام؟ هتلاقيني حولت ده، هتفضل معانا كذا خطوة، وحولت الضرب أهو، وحولت الضرب اللي بعده. تمام؟ كويس. طب فاضل لك إيه دلوقتي؟ جوه الأقواس
الجمع، يبقى هتحول الجمع الجمع ما طلع على بره. طيب دي تعتبر دلوقتي كانها على بعضها بي، كانك ايه في قصد على بعضه بي، يبقى هتحط دي جنب دي، وده هتطلع فين؟ بره. تيجي تشوفها في البتاع اهي، بقى كله جنب بعضه وضربه بره، ده على بعضه يعتبر ايه؟ ده على بعضه يعتبر بي، يبقى الجمع هيطلع بره. تمام كده؟ حولنا الاكسبريشن بتاع الام فيكس الاكسبريشن بوست فيكس، وشلنا الاقواس، وبالترتيب ده هيتنفذ بحيث يبقى زي اللي فوق بالظبط، طلع لك نفس القيمه. تمام كده؟ تمام. نيجي ندخل في رقم سي. رقم سي هنعقدها اكتر، قوس جوه قوس، قوس واحد لا بقى قوس جوه قوس، نفس الطريقه بالظبط. نيجي ندخل في الاقواس اللي جوه خالص، نحاول ده، وبما ان ده كده كده متاخر هنحاوله برده مش مشكله. يبقى اهو ده اتحول ده اتحول. نيجي ندخل في اللي بعد، مين تاني اللي عليه الدور؟ اللي جوه الاقواس. عندك عمليتين يا جمع يا ضرب، نبدا مين؟ جيب الضرب. يبقى الضرب هيتحول في الاول، الضرب طلع بره وبقى جنب بعض كده خلاص، دول جاهزين ان هما يتحولوا، وبالتالي الجمع هيطلع بره على بعضها والجمع بره كده. يبقى البي مضروبه في القوس ده كله على بعضه. هنعمل انهي الاول، الضرب ولا الجمع؟ طبعا الضرب، يبقى الضرب ده هيطلع بره يبقى كله على بعضه كده، فاضل لك ايه؟ الجمع. يبقى ده هيطلع بره وكله هيبقى جنب بعض. تمام كده؟ كده رقم سي ما فيهاش اي مشاكل. ندخل في رقم دي. رقم دي في عندك عمليتين بقى، قوس جوه قوس وفي اسمه كمان. يبقى هنبدا بمين الاول؟ اللي جوه قوس خالص. هتلاقي ان في عندك قوس تاني تحت، ممكن تحوله برده بالمره. فهتحول اللي فوق وتحول اللي تحت. تمام؟ اهو اللي فوق واللي تحت. طبعا بتبدا باللي جوه الاقواس. طيب بعد كده فاضل لك يا ضرب يا جامعه، تبدا بمين؟ بالضرب، واللي تحت واللي اصلا غير الضرب. احنا هنعمله برده. حولت اهو الضرب. واللي تحت تحول فعلا خلص. واقول لك كده اتنين مجموعين على بعض، تخلص اللي جوه الاقواس، تخلص موضوع الجمع، ويبقى لك الضرب بره. تعمل الضرب تطلع النجمه بره، تحطهم كلهم جنب بعض، ويبقى لك في الاخر مين؟ الاسم. تروح عامل الاسم، يبقى كده الاكسبريشن انتهى، كله على بعضه خط واحد ومفيش اي مشاكل. تمام؟ ولا في اقواس ولا في اي قلق كده، تحول ويبقى سهل ان احنا نحوله، نجيب القيمه بتاعته بطريقه الاستاك، وهنشوف ازاي في المساله رقم 8. كده دي كانت اخر واحده في التحويل من الانفكس للبوست فيكس. نيجي بعد كده رقم 7 العكس، هيبقى عندك بوست فيكس وعايز ترجعه شكله الاصلي كانفكس. احنا كنا شرحنا موضوع ازاي تحول من انفكس من بوست فيكس لانفكس، لان الاحسن انك تشوفها عملي. تيجي تشوفها عملي، القواعد بتقول لك امشي على الكاركترز دول او الاوبرانز دول من الشمال لليمين، واحد 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 لحد ما تلاقي في عندك اوبريتور. اول ما تلاقي اوبريتور خد الاوبريتور ده مع اخر اثنين اوبراند قبله. والاوبراند على فكره مش لازم يكون رمز كده بس، ممكن يكون قوس على بعض. لانك لما تيجي تعمل ايفاليويت هتلاقي ان القوس على بعض ده عباره عن قيمه رقم. ماشي؟ فيبقى كده لما تلاقي ده خد الاثنين دول على بعض، هيبقوا عمليه جمع. شايف؟ رحت مرجعهم من البوست فيكس حولته للانفكس. طيب نيجي للي بعد، تمشي من الشمال لليمين هتلاقي ان عندك في سي في دول على بعض. تمام؟ يبقى انت كده هتحول، وده هيبقى مضروب فيه سي مضروب فيه القوس. ولاحظ ان انا سايب القوس، انا في الاول بخليه عشان اقول لك ان ده على بعضه اتحول، بعد كده لما اجي اكبر شويه القوس هيبقى موجود يا يعني مبقاش موجود. هنا طبعا ليه لازمه، لانك لو شلته هتغير معنى العمليه خالص، هيبقى معناه انك كانك بتضرب سي في دي زائد اي، وده غلط. انت بتضرب السي في المجموع بتاع الاثنين دول. تمام؟ طيب مين اللي عليه الدور؟ البي، وده كله ماينس، يبقى البي ناقص الدنيا دي. رحت انا جاي شايل القوس، ايه اللي خلاني اشيل القوس؟ ما انا عندي دلوقتي عمليه طرح وعمليه ضرب، مين اللي هيحصل الاول؟ الضرب. يبقى كده ما تغيرش المعنى. ومن الاقواس اللي بتبقى بعد عمليه الطرح او قبل عمليه الطرح ملهاش لازمه. لو لقيت في قوس كده بعد طرح، قوس كده قبل، طبعا طرح او جمع ملهمش لازمه، لانه معروفين ان هم بيحصلوا بعض ضرب ولازم. طيب فاضل لك ايه دلوقتي؟ الايه؟ الدنيا دي كلها ده مقسوم على ده. تمام؟ طبعا القوس اللي تحت ملوش لازمه قوي يعني، هو كده بس عشان انا كنت بنسخ من اللي قبله، ف
فيعتبر قسم ملوش لازمه قوي. تمام، ده رقم ايه؟ رقم بي، ادي الاكسبريشن عندك نفس القانون، يبقى بتبدا بمين؟ الدور الاول، يبقى عندك دي في اي بين اقواس، بعد كده مين عليه الدور؟ سي، سي على الدنيا دي، يبقى سي على ده ولسه بين اقواس، معرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. عندك بي ناقص الدنيا دي، تعمل بي ناقص، طبعا زي ما قلنا الاقواس اللي بعد الناقص ملهاش لازمه فبشيلها. فاضل لك اخر حاجه مين؟ الجمع ايه زائد دي، وبرده القوس اللي بعد الجمع ملوش لازمه. تمام كده، بعد كده رقم سي، عندك رقم سي هتبدا تمشي تلاقي ان الاوبريتور اهو، يبقى هما دول اللي هيتحولوا الاول بي في سي، بس ما بين قوسين ما نعرفش ايه اللي هيحصل. تيجي برده تمشي على الشمال هتلاقي ان في عندك اول اوبريتور اهو ياخد الاثنين اللي قبله، يبقى ايه على بي سي، بي في سي يعني. تمام، مضروبين ولسه محطوطين في قوس مش عارفين هنعمل ايه بعد كده. طيب تيجي تمشي على الشمال من الشمال لليمين هتلاقي ان في دي وفي طرح، يبقى ايه ترتيب؟ هدي بقى الغلطه اللي انا مش عايزها، ما تقولش دي ناقص، لانك اي بي ماينس معناها اي ناقص بي، الترتيب مهم، صح الكلام؟ تمام، يبقى الترتيب مهم، اعتبر ده اي بي ناقص معناها اي ناقص بي، يبقى القوس ده ناقص الدي، برضه نفس الفكره ما دام في ماينس قبلها قوس ملوش لازمه عشان كده شلته. طيب نيجي ننفذ نفس القانون، ديك ماشي من الشمال لليمين، لقيت ان الاوبريتور اهو تاخد مين الاثنين اللي قبله؟ دول، ولسه مالكش دعوه بده، اعتبر ده كله على بعض يا اخي زي رمز ايه؟ زي ما احنا كنا ماشيين هنا، سيبنا ده وعملنا دول. فيبقى كده اي على اف، وبرضه من الاقواس مش عارفين هيحصل ايه. فاضل لك ايه؟ ده على بعضه ايه؟ وده على بعضه بي، ودي ازاي؟ يبقى ايه زائد بي، وزي ما قلنا الاقواس اللي حوالينها مالهاش لازمه، شلت الاثنين. تمام كده؟ اي مشاكل؟ زي الفل. رقم دي فيها كميه زائد وضرب كتير جدا، كلهم لازقين ورا بعض. تيجي تفضل ماشي برضه من الشمال لليمين، ادي اول اوبريتور هياخد الاثنين اللي قبله، يبقى حولناهم لجمع. جميل. طيب بعد كده مين اللي عليه الدور؟ الاي والضرب. على فكره هتلاقي ممكن في بعض الحلول الناس وهي بتحل يعني هتلاقي ممكن اختلافات بسيطة بين واحد والتاني في موضوع الضرب والجمع، حاجات بسيطة قوي. الترتيب بتاعك برضه انت ممكن تغير فيهم شوية وتعتبر حاجة غير الحاجة، من تحويل الانفكس للبوست فيكس، التحويل العكسي لا، يعني كل الناس اللي بتحول من الانفكس من البوست فيكس للانفكس بتبقى عادي، اللي بيحوله من العادي بتاعنا الانفكس للبوست فيكس ممكن تلاقي بعض التغييرات، لان في ناس ممكن ياخدوا يحولوا حاجة قبل حاجة. تمام، بعض الحاجات ممكن تتحول قبل بعضها، زي اول اكسبريشن خالص اللي عملناه ممكن تعتبر الاثنين الاولانيين في الجامعه قبل الاخرين، ممكن تعتبر الاثنين الاخرانيين قبل الاولاني، في ناس ممكن ياخدوها مختلفه شويه. فدي التغييرات بتحصل لانك غالبا شغال مع جامعه وضرب عادي، ممكن يبقى في بعض التحويلات لكن الباقي لا. تمام، التحويل ده بالذات لا، كل الناس هتلاقيهم متفقين على نفس التحويل لان هي نفس القواعد، مفيش حد بيتاخد قبل حد. تمام، يبقى عندك هنا مين اللي عليه الدور؟ اي في القوس، وطبعا بما ان في ضرب وبعدها قوس ما ينفعش في الشاشه لانه بيغير المعنى. تمام، طب اللي بعد دي زائد دي زائد دول، برضه شلنا اقواس، اللي بعد دي زائد مالهاش لازمه. طب اللي بعد السي مضروبه في القوس ما ينفعش نشيل الضرب، ما ينفعش نشيل القوس بيغير المعنى. طب اللي بعد زائد زائد بعدها قوس ملهاش لازمه عشان كده شلناه. اخر حاجه عندك ضرب وما ينفعش تشيل القوس. تمام كده، ثلاث اقواس جوه بعض، قوس جوه قوس جوه قوس. طيب ندخل بقى في رقم 8، تطبيق فعلي الاكسبريشن عندك، هتبدا تجيب القيمه بتاعته بالستك. الاكسبريشن بتاعك اهو ده نيوميريكال اريثمتيك اكسبريشن، عايز تحوله الاول، لازم تحوله الاول للريفرس بولش نوتيشن عشان تقدر تعمل له ايفاليويت، تطلع القيمه بتاعته عن طريق الستاك اوبريشن. تمام، يبقى زي ما احنا اتعودنا من المسائل اللي فاتت، عندك ده هتحوله للبوست فيكس مع اعتبار اي رقم كانه رمز، اعتبر ال10 على بعضها يا سيدي ايه ولا بي ولا سي،
ايا كان. بس قبل ما ندخل في العمليه اللي بعدها تحويل فعلا البوست فيكس، لاحظ حاجه، يعني ايه ده جنب ده؟ طالما انا باخدها معناها ان هي مضروبه، لازم تكتبها مضروبه كعلامه ضرب عشان لما تيجي تحول البوست فيكس يبقى علامه الضرب واضحه. تمام؟ فتيجي هنا في الحل رحت انا موضح علامات الضرب مش مجرد جنب بعض بس. نبدا نحاول، احنا قلنا ده كده كده هيحصل متاخر، هحوله كده. والجزء ده برضه لازم تبدا بيه الاول جوه. يبقى احنا حولنا ده، حولنا ده، نبدا نكمل من اللي جوه لبره. ده مضروب في ده، ايه في بي، يبقى ده جنب ده والضرب يطلع بره. تمام؟ زائد 8 يبقى ده جنب ده والجمع يطلع بره. كده مش فاضل غير ده في ده، يبقى هطلع الضرب بره وكلهم كلهم جنب بعض. وشلنا الاقواس وشلنا كل حاجه ثانيه اللي هي عامله قلق. طيب نيجي بقى نطبق الموضوع ده عن طريق الاستاك. كويس. القوانين في الاستاك الاتي: هيكون عندك استاك، لو لقيت انت بتحط حاجه من اثنين، انت بتحط يا رقم يا اوبريتور. لو جاي تحط رقم في الاستاك ولقيت الاستاك ده فاضي او فيه رقم حطه عادي، حط الرقم عادي. اما لو جيت تحط اوبريتور، لا، اول ما تحط الاوبريتور خد الاثنين اللي فوق خالص، اخر اثنين، اخر رقمين، واعمل العمليه بتاعت الاوبريتور ده سواء جمع او غيره، وحط الناتج مكانها. تمام؟ هنشوف ده دلوقتي العمليه نفسها. دلوقتي ادي شكل الاستاك، اي رقم او اي حاجه مكتوبه تحت الاستاك دي اللي عليها الدور ان هي تخش الاستاك دلوقتي، اللي هتدخل الاستاك دلوقتي يعني. طيب مين اللي عليه الدور في الاول؟ تبدا من الشمال لليمين. فبتبدا من الشمال، هتبدا بالثلاثه. ثلاثه لقيت ان الاستاك فاضي، هتتحط عادي جدا، مفيش اي مشاكل. مين اللي عليه الدور بعد كده؟ الاربعه. الاربعه لقيت رقم ثلاثه، هتحط فيه عادي جدا. ما دام تلاقي رقم تحط فيه عادي. مين اللي عليه الدور؟ الجمع. اول ما الجمع يلاقيهم هيروح واخد الاثنين دول على بعض، يعمل عمليه الجمع ويحط الناتج هنا. ناتج الجمع هيبقى مين؟ السبعه. تمام؟ طيب مين اللي عليه الدور بعد كده؟ الدور على 10. ال 10 هتدخل هتلاقي ان في سبعه، هتحط فيها عادي جدا. بعد كده الدور على مين؟ الاثنين. وبرده بعد كده على الست، هتلاقينا بنحط الاثنين عادي، بعد كده هنحط الست عادي. تمام؟ ارقام بتتحط. مين اللي عليه الدور بعد كده؟ الجمع. الجمع هيعمل ايه؟ هيروح واخد اخر اثنين، وبالتالي ملوش دعوه بالسبعه وال10، ودول هيعمل لهم الجمع بتاعه. الجمع بتاعه هنا كام؟ 8. طيب مين عليه الدور بعد كده؟ ضرب. يبقى ادي الضرب، هيلاقي ان في عندك رقمين فوق، يبقى 7 زي ما هي، والرقمين دول هيعملوا العمليه بتاعته اللي هي هتبقى 8. طب كويس. مين عليه بعد كده الدور؟ 8. هتلاقي ان 8 هتدخل عادي، 87 في يوم ال 8. طيب مين اللي عليه الدور بعد كده؟ الجمع. يبقى عندك الجمع، هيلاقي عندك 7 و88 هيجمعهم على بعض، يبقى الرقم 88. اخر عندك، اخر حاجه عندك اللي هي بقى الضرب. تيجي تدخل على الضرب هتلاقي في عندك 7 و88 مضروبهم 616. يبقى انت كده جبت الناتج بتاعك مظبوط، مفيش اي مشاكل. تمام كده؟ طيب زي ما انتم شايفين الشريط الازرق قرب يوصل للنهايه خلاص، لانه فاضل لنا مساله واحده اللي هي رقم 9. ندخل في رقم 9. رقم 9 انتوا فاكرين لما كنا بناخد في الشابتر اللي فاتت الحاجه اللي هي الشكل بتاع الانستراكشن، مش كان بيبقى فيه اوب كود والاي، اللي على فكره الاي تعتبر جزء من الاوب كود، مش هي بتحدد العمليه؟ بتحدد نوع عمليه اذا كان دايركت او ان دايركت. او بعد كده هتلاقيها بتحدد برضه حاجات ثانيه اللي هي الريجستر او انبوت اوت، لو صفر تبقى ريجستر، لو واحد تبقى انبوت اوت. فمعنى كده ان هي تعتبر جزء من الاي كود، من الاوب كود. تمام؟ كان في اوب كود وبعدها ايه؟ في ادرس. في الحاجات اللي هي كانت بتشتغل مع الميموري كان في عندك ادرس واحد، اللي هو الادرس واحد بتاع الميموري. لما كنا شغالين ريجستر ريفرنس او انبوت اوت، الادرس كنا بنعمل فيه ايه؟ لا، كنا بنلغيه. كنت بتلغيه خالص وبتعتبره كاوب كود، كنت بتشيله وتحط الواحد اللي بيقعد يلف في كذا مكان ده، كل واحد لما يبقى موجود في مكان معناه اوبريشن مختلفه، صح؟ كل ما يغير الواحد ده معناه في اوبريشن ثانيه بتحصل في المكان ده، فكنت بتستخدم ده كاوب كود. يبقى ان عندك كان في ادرس
كان في انستراكشن 1 ادرس بقيت تستخدمه بنو ادرس شغال على ريجستر او الانبوت اوت من غير ما يتعامل مع الميموري خالص. تمام؟ يبقى دول نوعين. في نوع هنا كمان يسموه تو ادرس، هو هنا عايز يتعامل مع التو ادرس، عايز يحول التو ادرس ل1 ادرس زي ما انت حولت قبل كده، كان في 1 ادرس تحول لنو ادرس، عايز يحول التو ل1. لما احنا كنا شغالين مع ال1 ادرس اتحول للنو ادرس، كان في عندنا كام واحد كوان ادرس اللي هم كانوا الست احتمالات اللي فوق، انت عندك كانوا 3 بت كانوا واخدين ست احتمالات. تمام؟ السته اللي فوق كانوا وان ادرس، والاثنين اللي تحت بتوع ريجستر والانبوت اوت. تمام؟ فالثمانيه دول كانوا سته ده واثنين ده. حلو. هنا برضو هنعمل حاجه زي كده. تمام؟ بس مع الفرق، هو هناك لما كنا احنا لغينا اعتبرنا الثمانيه السته اللي فوق دول تبع الوان ادرس والاثنين اللي تحت تبع النو ادرس، اخذنا الجزء بتاع الادرس كاوب كود. نفس الحكايه برضه هيعملها هنا. طب نيجي نشوفها حته حته. او اول حاجه قايل لك ان عندك فيه 32 بت انستراكشن، الانستراكشن طوله كام؟ 32 بت. الادرس بتاعه قايل لك عليه 12 بت. تمام؟ عندك 250 تو ادرس انستراكشنز. عندك اي انستراكشن بيبقى فيه تو ادرس، ده معناه ان عندك كام بت للادرس؟ عندك 12 زائد 12 24 بت للادرس، يبقى لك كام اللوب كود؟ من 32 8. طيب 8 بت دول يقدروا يختاروا كام اوب كود؟ 2.8 يعني محتاجه كمان 8 بت هيختاروا 2.8. طب ال 2.8 دول بكام؟ تيجي تحسبها هتلاقيها 256. 2.8 ب 256. طب ده على فكره ما دام قايل لك ان هو 250 تو ادرس يبقى كده كده لازم الاوب كود يبقى 2.8 عشان يغطي 250 250 ادرس دول. طب انت عندك 250 ادرس دول يبقى لك كام ادرس مش مستغل؟ 6. ما انت عندك 256 احتمال واخدت منهم 250 يبقى لك 6 مش مستغلين. السته دول بقى هما اللي هيتحولوا، هما اللي هتعامل بيهم لما اجي اعمل الوان ادرس. لانه كده كده الجهاز لما يجي يشتغل بيشتغل على الاوب كود. لو لقى نفسه في الرينج بتاع التو ادرس يبقى هيفسر اللي بعده على ان ده ادرس واحد وده ادرس اثنين. لو لقى ان هو واحد من بتوع الوان كود يبقى هيفسر اللي بعده ده ان هو اوب كود. مش ادرس بقى، هفسر ان هو اوب كود، والاخر خالص ده هيبقى ادرس. طب نيجي نعملهم الاول حته حته كرسم. ادي التو ادرس اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الادرس الثاني 12 بت، والادرس الاولاني 12 بت، ولوب كود كام؟ 8. مجموعهم بكام؟ 32 بت، ويبقى ده الفورمات بتاع التو ادرس انستراكشن. الكلام اللي احنا قلنا عليه من شويه ان انت عندك عشان تنفذ واحد ادرس بيتعامل مع 1 ادرس بس، يبقى لازم يكون مختلف عن ال 250 بتوع تو ادرس، لانه كده كده بيعمل تيست الجزء الاولاني. طيب يبقى عندك بما ان في 2.8 ب 256 يبقى عندك 256 ناقص 250 اللي هم 6 اوب كود بتوع ال 1 ادرس. تمام كده؟ بتوع ال 1 ادرس بس. طيب لما تيجي عندك هنا في الرسم ده الادرس ده هيتلغي صح؟ عشان مشغلينه عن الادرس بس، الادرس ده هيتشال. الاوب كود ده ليه كام منه موجودين؟ انت عندك 250 محجوزين وعندك 6 بس هنا في الاوب كود هم اللي اقدر اتعامل معاهم في شكل الوان ادرس. طب حلو، لما اجي اشيل ال 12 بت دول بتوع الوان ادرس اللي هو الادرس الاولاني، تمام؟ ده معناه ان عندي كام احتمال في المكان ده؟ في ال 12 بت دول اللي هم 2.12 عندك كام احتمال؟ 2.12 احتمال. حلو، هو اصلا السؤال عايز العدد الكلي او عدد الاحتمالات كلها اللي ممكن اعملها للوان ادرس انستراكشن في الشكل ده. تمام؟ الاحتمال كله على بعضه كام احتمال؟ اقدر اعمل كام وان ادرس انستراكشن بالشكل ده؟ خلينا نتفق على حاجه، مش اي انستراكشن لو غيرت بت واحده معناه انا غيرته خالص الاوب كود، يعني لما غير الاوب كود اي بت واحده معناه انا غيرته خالص. تمام؟ طب لما نيجي للاوب كود اللي هو الجزء بتاع الستة بت ده اللي هو الثمانية بت الاولانيين دول، لو اخدت منهم الاحتمال اللي هو 251 خلصت ال 250 اللي فوق، الاحتمال 251 مش هيبقى لي قدامي فاضي ال 12 بت ليهم اقدر احولهم من اصفار لوحيد؟ صح، 2.12 ده الان احتمال ال 251 بس لوحده. لو غيرته ب 252 برضه هيبقى لي الاحتمالات بتاعت 2.12 صح؟
ان غيرت في حته يبقى ايه الدنيا كلها اتفتحت تاني من الاول. يبقى عندك كده لما تيجي تحسبها يبقى انت عندك الاولاني ليه 2 اس 12 والتاني ليه 2 اس 12 يبقى الستة على بعضهم 6 احتمالات ليهم كام؟ 6 في 2 اس 12 كلهم على بعضهم صح؟ وده اللي نيجي نشوفه هنا في الرسم زي انا جيت ما اقول الادرس واخد جزء اللي هو 12 بت بس والاوب كود يعتبر كانه واخد 20 ال 20 بت لكن مش ال 20 بت كلهم ليه؟ لان عنده ده طبعا يعتبر 32 بت لان عنده الجزء ده مش كله ده فيه 250 احتمال محجوزين مش فاضل هنا غير 6 بس اللي هم تحت والستة دول لكل واحد منهم ليه 2 اس 12 انستراكشن ممكن يتحطوا صح؟ ويبقى كده العدد كله على بعضه 6 في 2 اس 12 6 خاصين بالجزء ده اللي هو مش كله عندي و2 اس 12 اللي انا كله بقى بتاعي لما لغيت الادرس واحد عشان يبقى عندي 1 ادرس بس مش 2 تمام؟ وده يعتبر 1 ادرس انستراكشن لما نيجي نحسبها يبقى عندك الماكسيمم نمبر 1 ادرس انستراكشن اللي هو يعتبر 6 في 2 اس 12 الرقم الكبير ده 24576 تمام كده؟ كده احنا خلصنا السكشن. ما ينفعش لان الاوب كود مش كله بتاعك ولانه لازم يختبر الجزء بتاع الاوب كود اللي هو الثمانيه الاولانيين دول ما ينفعش تستغلهم كلهم للون ادرس انت عايزهم كلهم على بعضهم يبقى 2 اس 20 فرق مين؟ اه على فكره هتلاقيها كده هتلاقيها كده مش بالظبط انت عايز تقول يعني 2 اس 20 ناقص 256 ما انت عايزها ايه؟ اه ماشي اه طيب ما هو ده المظبوط اه ما هو كده من اي مساله حسب بقى المساله هتبقى عامله ازاي الاوب كود هيبقى فيه جزء مستغل لمثلا نقط وادرس او غيره هيبقى لك جزء فاضي ممكن تتعامل معاه في النقط الثاني يبقى هو ده اللي هتستغله زائد الجزء اللي لغيته يبقى ده لكل واحد منهم ليه كذا في كذا يبقى كذا في كذا تمام؟ طيب دي العناوين اللي انا شغال حاليا عليها ده السكشن اللي هو اللي فات على طول الفيديو بتاعه السكشن اللي قبله والسكشن ده اللي هو كباوربوينت او انا رحت عامل كله في الموقع ده بحيث يبقى كله عندك يعني تدخل على الموقع ده هتلاقي كل السلايدز وان شاء الله هرفع الفيديو بتاع ده قريب برده عليه اول ما اخلصه تمام كده؟